حشود غفيرة من أبناء الجالية الجزائرية خرجت للأسبوع الرابع على التوالي في ساحة الجمهورية في باريس دعماً لمطالب الشعب الجزائري، وتسلق بعض المتظاهرين تمثال ساحة الجمهورية مرددين شعارات مناهضة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة رافضين تمديد ولايته الرئاسية. المتظاهرون أكدوا أن الكلمة الأخيرة ستكون كلمة الشعب، وأن مراوغات السلطة الحاكمة من خلال قرارات بوتفليقة الأخيرة لن تمر، مطالبين ببناء دولة القانون والمؤسسات. نحن نطالب بالرحيل وبالتغيير الجذري كليا، ويترك الشعب يختار حريته ويختار ماذا يريد أن يكون مستقبله. يكفي يكفي يكفي، سئمنا لعبتكم ومناوراتكم. نحن جالية جزائرية عربية إسلامية بمختلف أطوارها هنا في فرنسا نطالب كل المنظومة الاستعمارية بالرحيل. أيوة، المطلب الأول هو الرحيل الرئيس بوتفليقة الحالي الذي لم نراه منذ أكثر من 7 سنين على ما أظن، والرحيل كل جماعته التي معه في هذا الوقت الحالي. تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة وترحيبه بقرارات بوتفليقة ودعوته لمرحلة انتقالية بمهلة معقولة أثارت غضب المتظاهرين الذين طلبوا باريس بالتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية في الجزائر، متهمين فرنسا بالوقوف في صف الرئيس بوتفليقة. الجزائر جزائرية، الجزائر جزائرية، الجزائر للشعب الجزائري، الجزائر للكرامة الجزائرية، الجزائر للعزة الجزائرية، وليس لماكرون ولأي أي دولة خارجية. المتظاهرون أكدوا أن الخيار الوحيد أمام السلطة الحاكمة هو الرحيل من أجل إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة. أبناء الجالية الجزائرية في باريس يطالبون بمرحلة انتقالية حقيقية وبمجلس تأسيسي وانسحاب منظومة الحكم الحالية من المشهد السياسي، ويؤكدون أن التظاهرات ستبقى سلمية وأن مسيرة التغيير انطلقت ولا يمكن لأحد أن يوقفها. أحمد كيلاني، قناة الغد، باريس.